بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمامين الهمامين التامين السيدين السندين الفاضلين الكاملين العادلين العالمين العاملين الأورعين الأظهرين الشمسين القمرين الكوكبين النورين النيرين وارثي المشعرين وأهلي الحرمين كهفي التقى غوثي الورى بدري الدجى طودي النهى علمي الهدى المدفونين بسر من رأى كاشفي البلوى والمحان صاحبي الجود والمنان الإمامين بالحق أبي الحسن علي بن محمد النقي وأبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما الصلاة والسلام عليكما يا أبا الحسن ويا أبا محمد يا علي بن محمد ويا حسن ابن علي أيها النقي الهادي وأيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا حجتي الله على الخلق أجمعين يا سيدينا ومولينا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكما إلى الله وقدمناكما بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيهين عند الله اشفعا لنا عند الله بحقكما وبحق جدكما وبحق آبائكم الطاهرين.